الإسلام، سمعت أنه في بعض المثقفين من أتباعك عم يحاولوا يصلحوا الدين والعقيدة. يا الله لا يقيمون إن شاء الله، هيدول فاسقين منافقين مبدعين دكتور. أوف أوف أوف، وليش بقى؟ الجماعة عم بيحاولوا يجملوا صورة الإسلام يا أخي. ليش شو بها صورة الإسلام دكتور؟ بش على سمح الله؟ ما قلنا هيك يا أخي. لكن شو؟ بقصد أنه في مسلمين عم يسيئوا استخدام النصوص ويشوهوا صورة الدين الإسلامي الحنيف. ليش عم تضحك؟ أتبعك هيك عم بيحكوا مش أنا. إيه دكتور، قديش صار لك تعرفني؟ 10 سنين. وقديش إلك تحاول تعالجني؟ 10 سنين. قدرت تغير شي فيني؟ لا أبداً، تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي. شايف كيف؟ كل هيدول جماعة الإصلاح مخرفين دكتور. الإسلام يغير ولا يتغير. يعني ما راح يقدروا يصلحوا شي أبداً، ولو تعديلات طفيفة، يضيفوا شوية إنسانية ومحبة تسامح. دكتور شو إنسانية ما إنسانية؟ كل تحديث أو تغيير صغير أو كبير في الإسلام هو بدعة، والبدعة شر، والشر لازم نقضي عليه. ما فهمنا ليش التحديث شر. شوف دكتور، أحسن كلام هو كلام الله، وأحسن هدى هو هدى الرسول. معقولة إذا عندك لوحة حلوة لبيكاسو بتقعد تعدل فيها وأنت ما بتفهم شيء بالفن دكتور؟ لا طبعا. شو رأيك بهالمثل الحكيم؟ أفهمتك مو هيك؟ فعلا، خذ الحكمة من أفواه المجانين. اسمع شو قال الرسول، أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كلام الله وهدي محمد على أحسن ما يرام، فليش التحديث؟ إذن الإصلاح في الإسلام مستحيل. ما إله عازي دكتور، الناس بتصلح الشيء الخربان مش صحيح. حضرتك بتعالج الواحد إذا كان صاحي؟ لا، أنا بعالج المجانين والهبل فقط. شايف كيف دكتور؟ بس أنا مو مجنون ولا أهبل مو هيك؟ لا لا أبدا، طمن بالك، أنت فقط مريض نفسيا. هيك طمنتني دكتور.